بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. بين الأصالة والشهامة والمتاجرة بألام الآخرين. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة. هي فعلا حلقة تقف وسط كل هذه المفاهيم والمعاني اللي المهندس عدلي أشار إليها، بين التكريم، بين الانطلاقة، بين الوفاء، وبين المتاجرة بألام وأمراض الآخرين. صعبة صعبة ورخيصة. يعني أنا انزعجت جدا جدا لما يعني مؤمن، أولا مؤمن النادي الأهلي كان يعلم بآلام مؤمن، مؤكد كان يعلم، راجل موجود معانا والكابتن سيد عبد الحفيظ من مدة نتحاور معا في أحسن شكل من أشكال التعامل في هذا الموقف دون أنك أنت تسلط ضوء قد يسبب له حرج، وكان ده السبب الوحيد في عدم الإعلان عن الإجراءات بتاعة النادي الأهلي تجاه هذا اللاعب الرائع الذي خدم في كل مبارياته مع النادي الأهلي بإخلاص وفاعلية وتميز. عشان كده هنلاقي كلام مهم جدا عن مؤمن زكريا وعن كل ما يجري على الساحة الكروية والرياضية والأهلوية بالخصوص في حلقة فيها خمسة عناوين. تكريم الأبطال، المعنى والدلالة. مؤمن بقيمة الأهلي، فقط استمروا، لكن لو على كده تعالوا نتحاسب. وأخيرا جدول الدوري، تعهدات وتساؤلات. ده المحتوى بتاع حلقة النهاردة، لكنه خلينا نقف عند تكريم الأبطال، المعنى والدلالة. منذ قليل انتهى حفل كبير أقامه مجلس إدارة النادي الأهلي لفرقه الرياضية وللأبطال الفائزين بالميداليات والمراكز القارية والدولية، سواء على في تمثيلهم للنادي الأهلي أو في تمثيلهم للمنتخبات الوطنية. حفل كان ذات قيمة وأيضا له دلالات كبيرة يا باشمهندس. هو حفل يحرص عليه مجلس الإدارة منذ تولى المسؤولية. أي. وبتعمل بشكل رائع ومنظم. أي. ووقور وشيك و يعني بيقول للعيبة متشكرين حاسين بيكم، بعيدا بقى عن اللوائح والتنظيم والمكافآت والكلام ده. أن يقف رئيس النادي الأهلي يستقبل الأبطال بطلا بطلا، سلم عليهم، يطالبهم بمزيد من البطولات ورفعة أعلام الوطن والأهلي، شيء جميل جدا. حضرت أنا طبعا السنة اللي فاتت، السنة دي لأن إحنا هنا على الهواء. أيوة. يعني ما فاتني ان انا طبعا اكون موجود، لكن انا يعني عارف المستوى اللي بده يطلع بيه، وكنت شفت برضه فرحه شبابنا واولادنا وبطلاتنا بهذا التكريم يعني. طيب، مبدئيا اقامه هذا الحفل الكبير جدا في مقر النادي في مدينه نصر كمان رساله من مجلس الاداره انه مقرات الاهلي كلها واحد، كلها أرض البطولة وكلها لا تنفصل عن بعضها. مجلس الإدارة يجتمع في مدينة نصر، يجتمع في الشيخ زايد، يجتمع في الجزيرة كلها، وإن شاء الله يجتمع في التجمع الخامس عما قريب، لكن يكرم أبطاله، يعقد جلساته، يلتقي بأعضائه في أي من مقرات الأهلي، في الرسالة واحدة وواضحة كمان. النقطة الثانية إنه يكون التكريم على مستوى الأبطال اللي حققوا ميداليات وبطولات للمنتخبات الوطنية قبل ما تكون للنادي الأهلي، دي رسالة مهمة جدا. هكذا يؤدي النادي الأهلي دوره في خدمة وطنه. النهاردة لما تشوفوا كلام الكابتن محمود الخطيب وثناء أعضاء مجلس الإدارة على الأبطال اللي حققين مراكز وميداليات دولية مع المنتخبات الوطنية، تعرفوا الأهلي وهو بيعد هؤلاء الأبطال يا باشمهندس عينه راح على فين بالظبط. الأهلي صاحب رسالة، صاحب رسالة، والأهلي خلية مهمة صالحة في نبتة قوية اسمها مصر. بالظبط. وهو يعلم دوره ويعلم انه لازم يقدم بطل بقيم وعراقة النادي الأهلي يليق بمكانة مصر ويحسن تمثيلها، ولذلك دائما السلوك
يسبق النتائج دائما. أيوة. التقييم على حسن التمثيل، حسن مش التمثيل المشرف، حسن التمثيل. أيوة. فارق. أيوة. يسبق الاهتمام بالنتائج، النتائج مهمة جدا لأن هي دي اللي بتعيش والتاريخ بيذكرها، لكن أيضا المواقف الخالدة للنادي الأهلي دائما ما بتدي يعني نقط مضيئة يسترشد بها من يريد أن يمضي في طريقه السليم. إذن هؤلاء أبناء حول الملك، حول ملك البطولات، حول النادي الأهلي، دول ولاده، دول ولاده اللي حققوا كل هذه الميداليات، هم اللي خدموا وطنهم، هم اللي رفعوا راية وعلم مصر وعلم النادي الأهلي في كل المحافل اللي شاركوا فيها، استحقوا كل هذا التكريم. نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وهو يتحدث إلى وعن الأبطال. الأبناء الأعزاء، أبطال النادي الأهلي في المحافل العربية والقارية والعالمية، يسعدني وزملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية والإدارة الرياضية إن نكون معاكم النهاردة، ده شيء يشرفنا ويسعدنا في حفل تكريم لكل واحد فيكم اجتهد وتحدى صعوبات كتيرة جدا حتى الوصول لمنصة التتويج سواء العربي أو القاري أو العالمي، رافعين اسم بلدكم واسم ناديكم. ولا شك ان تحيكم لهذه الانجازات يعود بالقيمه والتميز سواء لبلدنا الحبيبه مصر او لناديكم، وكمان تخليد لاساميكم انتم على مر التاريخ ان شاء الله. احنا الحقيقه فخورين بيكم جدا، سعداء وفخورين بيكم جدا يعني. وعايز كمان انتوا كمان تفخروا بنفسيكم، انتوا كمان تكونوا سعداء بنفسيكم للي انتوا حققتوه، مش بس لبلدكم وليكم انتوا كمان. ويمكن دلوقتي عايز اطلب منكم حاجة، انك تشتغلوا بجهد وبإصرار وتدريب شاق وتركيز والتزام لما هو قادم ولمنصة التتويج القادمة بإذن الله من بطولات وكتابة تاريخ جديد ليكم ولبلدكم ولناديكم إن شاء الله. أنا مش عايز أطول عليكم، بس بجد إحنا فخورين بيكم جدا، سعداء بيكم جدا للي أنتم حققتوه، وأتمنى إن شاء الله السنة الجاية إن إحنا نكون موجودين مع كل زمايلكم. لازم تفهموا كلكم وخاصة الكبار فيكم ان انتوا قدوة لكل زمايلكم في النادي، انتوا اللي بترسموا لهم طريق. انتوا اللي بترسموا لهم طريق البطولات، انتوا اللي بتديهم ازاي اكون بطل، ازاي بالاصرار والتحدي اكون بطل، والالتزام، مواصفات البطل، شخصية البطل. انتوا النهاردة مش بس كسبانين النهاردة، انتوا بتقدموا رسالة للي جايين كلهم، لكل الناشئ اللي جاي، دي رسالتكم. وان شاء الله النادي الاهلي في تواصل مستمر بإذن الله بيكم بإخواتكم الصغيرين بإذن الله. واحنا تاني بكرر، احنا فخورين جدا بيكم وسعداء جدا بيكم، وان شاء الله لمنصات تتويج قادمة بإذن الله باسم بلدكم، باسم ناديكم، بأساميكم الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمات صادقة رصينة بتعكس أن النادي الأهلي فعلا صاحب رسالة، وهو بيوصي أبطاله على الاستمرار، بيوصي أبطاله على التمسك والالتزام بالقيم. أعتقد أبسط يعني شكر من النادي الأهلي لبلده أن يسعى لتقديم هؤلاء الأبطال، وهي دي شخصية البطل. كابتن الخطيب لما اتكلم النقطتين المهمين، شخصية البطل، وانت لما تجيب اللعيبة اللي واخدة بطولات
سواء على المستوى المحلي للنادي او على المستوى الوطني والدولي مع المنتخبات الوطنيه المختلفه عربيا وقاريا ودوليا، وان شاء الله اولمبيا ان شاء الله في دوره طوكيو السنه اللي جايه باذن الله يكون لمصر حضور على منصات التتويج، ويكون ابناء النادي الاهلي باذن الله في طليعه هؤلاء الابطال، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في خدمه مصر، في رفعه الرايه المصريه، في تقدم الرياضه المصريه. يا ريت كل الانديه تتسابق، كل الانديه تتنافس انها تقدم حاجه كويسه للمنتخبات الوطنيه، تقدم نموذج رياضي حقيقي. شوفوا نوعيه الابطال اللي الاهلي بيكرمهم، شوفوا مستوى التنافس اللي حققوا فيه الميداليات، شوفوا تمثيلهم بالاغلبيه في كل البطولات او في كل المنتخبات للالعاب المختلفه، حتى ذوي الاحتياجات الخاصه من اعضاء وابناء النادي اللي حققوا بطولات كان ليهم دور وحضور في هذا التكريم. هي دي الرساله، وهو ده المعنى اللي النادي الاهلي عايز يقوله لاولاده، بالذات فيما يتعلق بتحقيق ميداليات او بطولات دوليه مع المنتخبات، ان انت تقدم لعيب عنده شخصيه البطل. كابتن الخطيب لما اتكلم عليها اتكلم انه اللعيبه الكبار منكم من المكرمين مسؤوليتكم كبيره، وانتم بتقدموا شخصيه البطل لكل زمايلكم خاصه من الناشئين. المهندس عدلي اشار في البدايه قال كنت بحضر كتير حفلات التكريم اللي زي كده، ما انتوا هتلاقوا من حفلات التكريم دي كان في ناس كتيره قدمت القدوه للي موجودين دلوقتي عشان سباق التتابع الرياضي يستمر. فنتمنى ان شاء الله مثل هذه الحفلات تتكرر وتتكرم باذن الله تعالى الفرق البطله. يعني انا وانا بتكلم بتابع فلقيت من عناوين التكريم ابطالنا الفائزين بميداليات في كاس في كل الالعاب الافريقيه. هو ده هو ده جزء مهم جدا من اهتمام النادي الاهلي. فارجو ابطالنا يستمدوا من هذا الشكل من اشكال التكريم دوافع جديده وحوافز جديده لتقديم مزيد من البطولات. هتلاقوا استقبال وحفاوه وتقدير. ده اللي كانت قالها باشمهندس قبل كده، فكره انه يبقى في يوم الاهلي على يعني ممكن يكون في يوم نشأة النادي في إبريل، في 18 إبريل، ويبقى تقليد أنه يكرم كل الأبطال اللي حققوا ميداليات أو حققوا بطولات أو قدموا عمل كبير للنادي الأهلي على مدار السنة. بس يمكن إبريل بيجي في وسط الموسم والبطولات مستمرة فما بيسمحش بهذا التكليد. ما توسعش دائرة الطموح لدية. أيوة، لأنه هو اقتراح كويس لكن يجب أن يتسع لتكريم بعض الرموز أولياء الأمور الأبطال الحقيقيين وراء هؤلاء الأبطال. أيوة، لأن لو تعرف التضحيات، أنا يعني أشوف أمهات وأنا داخل النادي هم طالعين من التمرين يودوا ولادهم المدارس عشان يرجعوا ياخدوهم المدارس بعد الظهر يتمرنوا وبعدين يروحوا يذاكروا ويناموا وتصحيهم الفجر بعد صلاة الفجر وهي بتصلي عشان تفطرهم وتاخد لهم يعني بطولات ما تصدقهاش وما تقدرش تفكر انك انت يعني لو انت هتتحملها ازاي. فالتكريم يجب ان يتسع ليكون يوم الاهلي ده، لا يبقى يوم بتاع كل النادي الاهلي كبيرا وصغيرا اداريا بطلا ولي امر. يعني شيء جميل ان يبقى عندنا يوم الاهلي. يا ريت الفكره دي اكتبها صح وقدمها. طيب، هذا المجلس، هذا النادي، هذا الجيل، هذا الحفل مؤمن بقيمة الأهلي. نشوف أغنية اتغنت في حفل النهاردة كان ليها دلالة ومعنى مهم جدا في من هو مؤمن بقيمة الأهلي. هدف تاني، هدف تاني، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. سلامات سلامات مؤمن زكريا. بطلب من ابطالنا الوقوف.
الوقوف وتشجيع كابتن مؤمن زكريا لو سمحت برضه من استاد الحضور الوقوف وتشجيع كابتن مؤمن ومساندته كابتن مؤمن زكريا يستاهل كتير لو سمحت الوقت دورنا ندعي لك كلنا سافر ومعاك قلوبنا ما انت اخونا وحبيبنا وبميت سلامة يا مؤمن بكرة هترجع لنا الميت مليون وراك احنا اخواتك معاك اوعى تفكر في شيء خليك مؤمن يا مؤمن بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق الميت مليون وراك احنا اخواتك معاك اوعى تفكر في شيء خليك مؤمن يا مؤمن بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق معاك قلوبنا ما انت اخونا وحبيبنا وبميت سلامة يا مؤمن بكرة هترجع لنا وهترجع تاني لينا وهتفضل بين عينينا تيجي بجوان وتفرح ملايين جمهور نادي اخواتك معاك اوعى تفكر في شيء خليك مؤمن يا مؤمن بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل بكرة هترجع يا مؤمن وتكمل الطريق إن شاء الله. دي الأغنية اللي اتغنت النهاردة في حفل تكريم الأبطال، أغنية كتبها الأستاذ أحمد إبراهيم ولحنها الأستاذ خالد العليلي وغناها الأستاذ مصطفى خيري واتذاعت امبارح في قناة الأهلي أيضا. النهاردة الكل اتأثر بيها وأعتقد كان إن المجلس يقف يسقف والأبطال يسقفوا المؤمن، ده إحساس بقيمة هذا اللاعب يا باشمهندس. شوف يا حبيبي، يعني مؤمن طبعا مصر كلها معاه، البعض صادق في مشاعره والبعض بيستفيد من الموقف عشان ياخد لقطة، والبعض الآخر بيتاجر وبيزايد ويقول لك أنا أعالج وأعمل. لا ما تعالجش يا حبيبي، الأهلي هيعالج بس ادي الراجل حقه، ادي الراجل حقه ياخد فلوسه اللي ليك حقه. أيوه. واللي أنا عايز أقوله يا جماعة، مؤمن حتى وهو في عز تألقه، كابتن عبد الله السعيد حتى وهو في عز تألقه قبل المشاكل، مفيش لعيب في النادي الأهلي إلا الجمهور كان أحيانا يضغط عليه وينتقده رغم إنه كانوا بيأدوا أدوار. أنا بدي المثالين دول ليه؟ لأن بمجرد ما خرج عبد الله السعيد بقى كل الجمهور يعني متضايقين من تصرفه لكن شايفين القيمة الفنية بتاعته. طب كابتن مؤمن النهاردة كله بيقوله ترجع لنا زي ما كنتوا أقوى، إذا شايفين القيمة الفنية والفراغ اللي هو سايبه لما يصاب. ليه ما نديش الناس الدعم وهم بيأدوا وملء العين والبصر وفي عنفوانهم؟ هو ده الدعم القوي، زي ما في لعيبة النهاردة بتخطئ وتصيب ولكنها بتفيد النادي الأهلي وبتخدمه. لازم تقف جنب لعيبتك، انت مش دورنا ننقد لعيبتنا، ولو في نقد يبقى الاجهزه الفنيه في الحجرات المغلقه هي اللي بتكلمهم وتحاسبهم. اما قسوه الاحكام العامه اللي تلاحق الانسان دقيقه بدقيقه وبعدين لما يجرى حاجه نتذكر كل المحاسن ونتذكر كل نقاط الايجابيه بتاعته.
عايزين باستمرار نقف ورا الناس وهي واقفه على رجليها. حلو جدا جدا. مؤمن كان محتاج يشعر بقيمته عند الناس وقد شعر بها، مش في الاهلي بس، كل جماهير مصر معاه. مفيش حته في مصر النهارده ما بتحتفلش او بتحتفي بانها بتدعم مؤمن. النهارده كل الابطال اللي بيكرموا بيقولوا له بطولاتنا بانتظارك، بطولاتنا مهداة ما معناه يعني بتسقفهم، ده انت يعني بنهدي لك هذه البطولات عشان ترجع لنا بسلامه وتهدي لنا بطولاتك. مؤمن يستحق، لانه انسان على خلق، انسان مخلص، انسان بيجتهد. وانا يعني شايف ان الادوار اللي لعبها مؤمن مع النادي الاهلي ادوار لمحترف حقيقي يعرف دوره. بالحقيقه استحق مؤمن كمان هذه الهبه، هبه فعلا، هبه اهلاويه، هبه رياضيه. كل الجماهير بمجرد ما اعلن على عنوان سكنه، جماهير كتيره جدا اهلاويه وغير اهلاويه اتجهت تحت بيته تهتف له وتحييه دعما ومسانده، وواقفه مع مؤمن، واقفه صادقه كمان. هنشوف هذه الجماهير وهي بتهتف اسفل منزل مؤمن زكريا. لست وحدك يا مؤمن، كل الناس اللي استمتعت بفنك وإخلاصك وقيمتك معاك، وربنا رجعك بإذن الله بالسلامة. والقيمة الخفية في هذا الأمر أن النادي الأهلي كان يعلم بالمشكلة طبعا، ده راجل عايش في وسطيهم، جهازه الفني يعلم، زملائه شعرين، ولكن لماذا لم يعلق احد الا الان؟ احتراما لظروف مؤمن، لمؤمن نفسه. أي. لما تحب تعلن احنا كلنا هتحس بينا في التوقيت اللي يناسبك انت مش اللي يناسبنا احنا. فما يفعله الاهلي هو لا يتظاهر بالاهتمام، واسالوا اسحاق اول، واسالوا جيلبرتو، واسالوا اسالوا حسين امين، واسالوا محمد علي الباك، أحمد علي، واسألوا كل الناس اللي هي يعني اعتنى بها الأهلي، مش من باب إنها بتكمل معاه، لا، من باب إن دول ولاده اللي يعني يشعر بمسؤولية تجاههم. عندما يقصر أحد معهم فالأهلي حاضر. وعشان كده لما يصاب مؤمن يلاقي هذا التضامن الشعب الكبير في كل الجماهير في كل الدول العربية، رسائل تضامن ودعم نفسي كبير ومعنوي كبير لمؤمن زكريا. كان من ضمنها الإخوة الأشقاء أعضاء رابطة محبي ومشجعي الأهلي في فلسطين. هتشوفوا مباريات اتعملت، كل مباريات بتتعمل في الدوري هناك أو أي مناسبة رياضية رافعين صورة مؤمن زكريا وعلم الأهلي دعما ومساندة لمؤمن. بقول لكم في كل مكان هتلاقوا كل هذه الصور لأعضاء رابطة ومحبي الأهلي وكل عشاق الرياضة المصرية دعما لمؤمن ومساندة لمؤمن. وقوف معاه بجد عشان يسافر يوم الجمعة إن شاء الله في رحلته العلاجية إلى ألمانيا، ويكون بإذن الله تعالى موفق ويرجع تاني، لأنه فعلا بالإرادة وبالعزيمة وبالصبر وبإذن الله يتخلص مؤمن من أسباب هذا المرض اللي هو بيداهمه ويرجع إن شاء الله في كل قوة. مهندس عدلي أشار من شوية إلى أنه الأهلي كان يعلم، كان يعلم، كابتن سيد عبد الحفيظ كان عارف، كان عارف. فاكرين الحلقة اللي جه سيد عبد الحفيظ ضيف معايا في سفر المهندس عدلي وإحنا على الهوا، مؤمن طلب يعمل مداخلة لأنه كان الكلام على أنه كابتن سيد كان بيتكلم أنه مؤمن رغم أنه هو بره القايمة إلا أنه مستمر مع النادي الأهلي، و في توصية واضحة جدا وصريحة من لجنة الكرة بالاستمرار في علاج مؤمن لحين اتمام شفائه ان شاء الله. لما اتكلم الكابتن سيد عبد الحفيظ، مؤمن بعت لي رسالة على التليفون انه عايز يعمل مداخلة
وعمل ساعتها المداخله عشان يشكر سيد عبد الحفيظ ويشكر الاهلي، نفكركم بيها ونفكر الناس اللي بتتكلم على انه الاهلي ليه افتكر مؤمن فجاه. الاهلي ما نسيش مؤمن، انتوا بس اللي لازم تفتكروا. ان شاء الله يا كابتن مؤمن نطمن عليك وفي انتظارك قبل يناير، لانه متهيألي برضو انت هم شهرين في المانيا والاهلي مؤكد مهتم ان هو يوفر لك افضل فرص العلاج ان شاء الله. اكيد طبعا انا بشكر النادي اكيد وقف جنبي، يعني مش انا بس ظروف جابوا ولاده وبتاع، يعني النادي الحمد لله واقف جنبي، وانا بقول لحضرتك هو كسبه لو منا مكلم بيه فانا زعلان يعني. انه انشغل عنك يومين اتنين. لا صعب قوي كسبان كده. ما فيش يعني اقوى من هذا رد، لان ده قبل ما 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 تبتدي المساله تبقى على السطح قوي كده والناس كلها ملتفه حواليه، وده مساله مش على فكره، ده مش فضل من النادي الاهلي طبعا، هذه مسؤوليته وهذه قيمه والناس مصدقاه علشان هو صادق دايما في توجهاته، وانا اديتها وغيرها كثير انك انت يعني تعتني بكل من اخلص لك ومن ولادك حتى اللي مش هيكملوا معاك. طبعا يعني مسؤوليه، انت بتتكلم عن المسؤوليه. انا اديت مثالين، كابتن حسين امين اللي الناس مش عارفاه كان سيرد باك المنتخب او ستوبر المنتخب الاولمبي وجالنا وبعدين طلع عاره لاحد الانديه واصيب ولم مزارع دينا اعتقد، لا يعني مش هنقول اسماء، مش مزارع دي، وأصيب ولم يشعر بالاهتمام في العلاج، فالنادي الأهلي اهتم به وعالجه وخرج من النادي الأهلي لعب، يعني ما كانش على قوة النادي الأهلي وقتها، ولكن النادي الأهلي ما كان ليقصر معاه، ونفس الأمر مع أحمد علي الذي يملأ الملاعب حيوية ولاعب موهوب، واثنين لعيبة مهمين جدا. أنا بدي الأمثلة دي إسحاق أول جيلبرتو اللي قعدت إصابته أكتر من سنة وشوية وعمليتين وفضل على قوة النادي الأهلي، وحتى الكابتن عماد النحاس لما جاله الصليبي فضل مع النادي الأهلي وجوه مع فرقته لحد ما رجع لها. يعني النادي الأهلي يعلم مسؤولياته ولا يتناقض مع نفسه. عشان كده الكلام يمكن انتوا شفتوا جزء من حلقه كابتن سيد عبد الحفيظ من اسبوعين، لا ده في حلقه 22 اغسطس من ملك وكتابه، الجزء اللي المهندس اشار عليه فيما يخص حسين امين واسحاق اول لو فاكرين الحوار المطول معاه وهو بيحكي قصه اصابته وقصه رعايه النادي الاهلي له وعلاجه له. 22 اغسطس كان الكلام وقتها عن موقف مؤمن زكريا وخلو القايمه منه، ورغم ذلك استمراره في النادي الاهلي تحت العلاج والمتابعه. فالمزايدات في جزئيه الاهلي اهمله، لا الاهلي اهمله ولا الاهلي ينفع يهمله، لا هو ولا غيره، ولا تعطف ولا تكرم، لا دي مسؤوليه، مسؤوليه قبل ما تكون مسؤوليه رياضيه مسؤوليه اخلاقيه كمان. انت عندك واحد من ولادك مؤمن كان في مدرسه الكره في النادي الاهلي، انا كنت سافرت فرنسا وهو في مدرسة الكورة كان عنده 10 سنين أيام كورفر وسافروا مارسيليا، كورفر ده ساب لعيبة كل الجيل ده، يا الله كان هو وعفروتو وأحمد شكري ومجموعة كبيرة جدا الفنية في تاريخ الأهلي. فمؤمن في رعاية الأهلي وواحد من ولاد الأهلي المخلصين من وهو طفل عنده 10 11 سنة تقريبا، من 22 أغسطس كان الاهتمام أو التأكيد على ده، لكنه مؤمن كمان بقيمة الأهلي. حتى لما اتكلم في قناة ام بي سي مصر اتكلم على موقف النادي منه وعلاج النادي له، نشوفه. ازاي يرجع مؤمن زكريا تاني؟ ان شاء الله ارجع. ازاي ثقة مؤمن زكريا ترجع لنفسه؟ ازاي مؤمن زكريا اللي انا يعني اللي احنا عارفينه، هقول لك حاجة، انا بقول لك طريقة كلامك حتى مش انت، والله انت انسان تاني. يعني فعلا. بص، كلام كابتن خطيب بيديني باور غير طبيعي. هتقعد شهر في القصه، هتقعد سته، هتقعد سنه، انت معانا. الجمهور بيقابلك في الشارع، انت معانا، وان شاء الله هترجع احسن من الاول. ده بيديك دفعه وبيديك امل.
ان شاء الله انا هعمل اللي عليا وارجع احسن من الاول. هي دي الروح اللي عايز اسمعها من لعيب بقيمه الكابتن مؤمن، ان شاء الله هعمل اللي عليا وارجع احسن من الاول، واحنا عايزينك يا اخي ارجع زي الاول واحنا مبسوطين منك. ان شاء الله هترجع يا مؤمن زي الاول واحسن من الاول. هيسافر ان شاء الله مؤمن زكريا في رحلته العلاجيه يوم الجمعه، وان شاء الله يتشافى ويتعافى ويرجع زي الاول واحسن. فقط استمروا. بعد الفاصل. حضراتكم من جديد، من مؤمن بقيمة الأهلي إلى فقط استمروا، استمروا على هذا النهج، استمروا على هذه الروح، استمروا على هذه الرغبة في تحقيق الفوز، استمروا في إرادة الفوز خارج الأرض. وحشنا فوز الأهلي بره الأرض، وحشنا فوز الأهلي في المباريات الخارجية، وحشنا اللعب الهجوم الصريح بهدف الفوز على أي منافس. هي دي شخصية البطل، وهي دي شخصية الأهلي، وهي دي الروح اللي إن شاء الله يا باشمهندس يستعيد بيها الأهلي دوري أبطال أفريقيا. طبعا مبسوطين من البداية. أيوه. أنا واحد من الناس كنت عندي فضول شديد جدا وأهمية شديدة وأنا أتابع هذه المباراة على خلاف العادة عشان أتخيل العمل الذي يقدم المدرب نفسه فيه وما هو جديد في اسلوب الاهلي وفي مظهر الاهلي. فمن الوهله الاولى ومن التشكيل، لا في تشكيل مختلف عن كل توقعات الناس. وخلي بالك انا لما يكون فرقتك كلها لعيبه كويسه مفيش تشكيل غلط. في تشكيل مناسب للمباراه. ايوه. لان كل اللعيبه نجوم. وانت بتقول لي جيرالدو ولا احمد الشيخ، لو واحد منهم نازل يبقى غلط. الاثنين صح. لحسين الشحات صح. لكن انت بتتكلم انك انت المباراه دي عايزه ايه، والغرض من نزول فلان ده ايه، هو ده اللي يهمني، المعنى في فلسفه التشكيل. فالحقيقه كان يوم موفق وكان اداء موفق واضعت فرص واحرزت اهداف، والبدلاء بكافئوا على راي الشربيني مدربهم لثقته فيهم ينزل. وانا ضد ناس كتير من ضمنهم بعض المحللين الثقال يقول لك دليل رؤيه المدرب انه ينزل يجيب جول، وحتى لما جابش جول دي مش دليل رؤيه، ده دليل ان الراجل استطاع ان يحقق بفاعليه اهداف التغيير. لو ساعد انك تجيب جول، لو شكل خطوره، كل دي لو ادالك السياده في الملعب، كل دي دلائل نجاح، مش مجرد انك تختزلها في انه جاب جون. لا، الماتش كويس، لكن انا طبعا فكره فقط استمروا عجباني جدا. حلو قوي لحد كده، ستوب، ورونا بقى اللي جاي. ايوه. التقييم بعد 3-4 مباريات عندما تستقر الظواهر الفنيه نبتدي نقول ايوه ربنا سهل باذن الله. بعد العوده ريني فايلر المدير الفني منح اللعيبه راحه، ده جانب من ابناء الجاليه المصريه المحدوده العدد، معظمهم من اسره العاملين في شركه المولين العرب في غينيا الاستوائيه، اللي احاطوا الاهلي بكل الاهتمام والمتابعه والرعايه، وحقق هذا الفوز المهم، المهم في معناه والمهم في بدايته، لانه انت كمان بتحط قدم او اكثر في دور المجموعات علشان تدخل باذن الله تعالى دور المجموعات باراده وبرغبه وبتعبير حقيقي عن لا الاهلي جاي. دي رساله لكل المنافسين، الاهلي جاي. ريني فايلر منح اللعيبه راحه بعد العوده، وبدا التدريب النهارده في ملعب التتش. عقد المدير الفني اجتماع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل المران عشان يتكلم على ترتيبات المرحله اللي جايه، ودي مساله مهمه جدا، ترتيبات مباراه السوبر. الاهلي عنده مباراه مساء الجمعة إن شاء الله في برج العرب، الأهلي بطل الدوري مع الزمالك بطل الكاس، في مباراة بإذن الله تعالى تليق بقيمة هذا الحدث المهم، وإن شاء الله تعالى يستهل بيها الأهلي افتتاحية سوبر للموسم الجديد. كان في تدريبات استشفائية يا باشمهندس للعيبة المصابة واللي راجعة من الإصابات، رامي ربيعة وسعد السمير وحسين السيد
أدوا تدريبات تأهيلية في جانب المران، رمضان صبحي ومحمد محمود شاركوا في تدريبات إضافية تحت إشراف ديفيد سيزر المدرب العام. فايلر اهتم برضو بتصحيح بعض الأخطاء اللي شايفها، وطلب من الجهاز الفني والإداري تجهيز تسجيلات كافية لمباريات للزمالك في الفترة الأخيرة عشان يقف على حقيقة ومستوى المنافس. والكابتن سامي قمصان مدرب الفريق قال إنه مواجهة السوبر مهمة ومباراة صعبة لأنها مع الزمالك ودي ليها خصوصية كمان خاصة، وقال إنه الأهلي مكتمل الصفوف وكل العناصر اللي الخواجة محتاجها للمباراة اللي جاية جاهزة وموجودة، والكل إن شاء الله يؤدي دوره في هذه المباراة على أفضل وجه. فايلر كمان دي أول مباراة ليه، فإن هو يقدم نفسه للجماهير الأهلوية بفوز خارج الأرض دي مسألة فكرت الناس يمكن ببداية مانويل جوزيه لما قدم نفسه للجماهير الأهلوية في أول مباراة رسمية كانت ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي وفاز فيها الأهلي وقتها 3-1. كان صحيح قبلها فايز في المباراة الودية العالمية الكبيرة على ريال مدريد، لكن حقق مانويل جوزيه هذه البداية المهمة جدا. الأهلي ده آخر فوز له على الزمالك وآخر مباراة جمعت الأهلي بالزمالك. فايلر مؤكد هيشوف هذه المباراة وهيشوف كل المباريات الأخيرة للزمالك. الأهلي آخر فوز له حققه بره الأرض كان على الترجي في دوري المجموعات، كان في 17 أغسطس 2018 يعني من سنة وي بالظبط حقق الأهلي هذا الفوز خارج الأرض، كان بهدف وليد أزارو. بعدها تعادل مع الحرية الغيني في كوناكري وخسر مرتين أمام سطيف الجزائري. السعادة كمان جاية للنادي الأهلي لأنه ده الفوز رقم 137 للأهلي في دوري الأبطال والفوز رقم 30 للأهلي خارج الأرض. دي للمرة 30 في تاريخ الأهلي الأفريقي اللي فوز بيها بره ملعبه. عايزينها تبقى المرة 50 قريب بقى بإذن الله. دي في دوري الأبطال فقط يا باشمهندس، لكن تعال نشوف المباراة الأفضل في النادي الأهلي أو إيه هي المعطيات اللي قدمتها هذه المباراة، إيه الملامح اللي كشفت عنها مباراة الأهلي مع بطل غينيا الاستوائية في هذه المباراة المهمة. رأي الكابتن فتحي مبروك في قناة أون سبورت. شايف ان دي افضل بدايه للمدرب؟ انا شايف افضل بدايه خصوصا اذا كان مباراه خارجيه. مباراه اولا ما فيهاش ضغط جماهيري ومباراه بعيدا عن الجماهير المصريه وجماهير الاهلي بالذات، ونكسب 2-0 دي انا شايفها نتيجه ايجابيه ونتيجه بتعزز موقف المدير الفني في المباراه القادمه ان شاء الله للنادي الاهلي. في البعض كده بدا يجتهد مبكرا ويقول لك انه الراجل مش مقتنع بايمن اشرف، لقينا ايمن اشرف النهارده اساسي مع محمود متولي، هل ده معناه ان هناك اجتهادات وفي ناس مش عارفه اي حاجه وبتطلق اي حاجه، وده ممكن من البدايه كده يعني يبقى نوع من انواع الهجوم اللا داعي له؟ انا شايف ان المدير الفني له حق طبعا في اختيار التشكيل. في ناس كتير قوي بتستنتج يقول لك اصل مش مقتنع بايمن، مش مقتنع بمش عارف مين، مش مقتنع بمروان، مش مقتنع بصلاح محسن. في كتير قوي الامور دي لازم يبقى فيه قناعة من الناس ان المدير الفني هيختار التشكيل. هيختار التشكيل اذا كان حتى اخطأ في اي تشكيل او في اي احد الافراد، ولكن هو عنده قناعة بهذا اللاعب. فقناعته النهاردة بأيمن أشرف بيبتدي جنب محمود متولي، الاتنين بيجيدوا، الاتنين بيلعبوا كويس. فاذا كانت هناك امور الناس بتسرها قبل المباراة او قبل او يعني بتعبر عن رأيها، ولكن قراءة المدير الفني المباراة وقراءته ايضا للتشكيل هي دي بتديله ثقه للجماهير النادي الاهلي. كان في مفاجاه النهارده وهي انه صالح جمعه كان خارج القائمه تماما، وانه أجاي ايضا كان خارج القائمه، وان حسين الشحات كان على دكه البدلاء ولم يشارك يعني. هل ده بيعكس قوه شخصيه المدرب ولا وجهه نظر فنيه، ولا هو اعتمد على التدريب، ولا اعتمد على وجهه نظر مثلا واحد زي الكابتن سامي قمصان اللي موجود معاه في الجهاز؟ لا هو طبعا بيعتمد يعني برضو خلي بالك هو برضو يعني بعد الفتره اللي جيتها لي برضو بيبقى عنده
درايه كويسه بالفرقه من خلال طبعا شويه الفيديو من خلال السيديهات من خلال طبعا سامي قمصان الكابتن سامي قمصان لان بيديله كل معلومه الكابتن سيد عبد الحفيظ هو برده من خلال التدريبات على فكره برده بيشوف اللعيبه يعني بيشوف اللعيبه النهارده بيحاول بقدر الامكان يعرف كل لعيب يعرف قدراته الفنيه قدراته النهارده روحه اداؤه كل هذه الامور بيبقى خلاص يعني مستقر وخصوصا اذا قعد فتره ولكن زي ما قلت لك بيبقى في عوامل مساعده حواليه لازم ياخد راي الكابتن سامي لازم ياخد راي الكابتن سيد لان دول الموجودين في الجهاز وعندهم درايه وعندهم خبره باللعيبه. شوف مؤكد ان الراجل من تصريحه تستطيع ان تفهم تفكيره. تصريحه قال ايه؟ انا ما عنديش يعني تفضيل لحد على حد ولا اسماء ولا نجوم ولا بتاع، انا بشوف اللعيبه اللي قدامي وباخد قراري على ضوء القدرات اللي بشوفها واللي تناسب كل مباراه. قال هذا الكلام. ومساله ايمن اشرف بقى دي ليها معنى تاني عندي. ان هي كانت محاوله لخلق شرخ في العلاقات وتصدير قلق للعيبه من هذا الرجل. هو بالمنطق هو ايمن اشرف لما لعب منتخب مصر مش لعب على كل اللعيبه اللي موجوده في مصر؟ فيعني اذا كانت المنافسه مع لعيبه مصر افرزت ان منتخب مصر بيعتمد على ايمن اشرف يبقى المنافسه الداخليه هتفرز ان لا ايمن مش في قناعه المدرب؟ العكس تماما. لا ايمن واحد من اللعيبه المهمه والمخلصه برضه تاني نرجع نقول كفانا بلعا للطعم والحقيقه ان المدرب واضح ان هو اعتمد عليه. طب افرض لعب اي لعيب تاني ما هو نجم كبير وفي مكانه ها ولا يقل اهميه عن ايمن ولكن ظروف كل مباراه هتدي لك من قناعه المدرب اسم جديد. وانا شايف ان رامي ربيعه خلاص جاهز قد ترى في المباراة وقد لا ترى. أنا هذا المدرب لن يعبر عن فكره إلا بعد ماتشين ثلاثة يعني مش هتقدر تقول بشكل كامل يعني مش هتقدر تقول مين الأفضل تشكيل ومين اللي هو حط ثقته فيه مش هتعرف دي دلوقتي وده طبيعي. وبعدين فرقة زي ما قلت لك ما فيش نجم بيزيد عن نجم كلهم نجوم ما شاء الله جدا. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله باقي ربنا يحمينا من الاصابات وباقي الالتزام وباقي الالتزام الخططي في الملعب وخارج الملعب السلوكي وباقي ظروف كل مباراه. هذه المباراه هي المباراه 275 للاهلي في دوري ابطال افريقيا لكن كمان هي المباراه رقم 33 لاحمد فتحي بالفانيلا الحمراء ورقم 95 لأحمد فتحي في أفريقيا. بصوا بقى حجم الخبرة والتقل اللي في الملعب. أنتوا متخيلين أن لاعب مثل الأهلي في 333 مباراة. أحمد فتحي واحد من اللعيبة اللي بيحملوا كتير من سمات الأهلي ومن شخصية الأهلي. القوة والإصرار والعزيمة والقتال والروح العالية متجسدة في هذا اللاعب الكبير اللي الخواجة شاف أنه هاني رائع جدا وماشي بشكل هايل جدا. بس لما تكون عندك اتنين في الطرف اليمين بهذه القيمة وبهذه الأهمية وبهذه الكفاءة أعتقد يا سعد ويا هناه الخواجة. بس كمان في لاعب مهم جدا لازم أعرف رأي المهندس عادل فيه، صلاح محسن. صلاح محسن في النسخة الحالية ده الجون الثالث له مع الأهلي في بطولة أفريقيا، يعني لو أخذ فرص كتيرة إن شاء الله ينافس على هداف الأهلي في هذه البطولة. صلاح محسن سجل الهدف الثالث له والخامس للأهلي في أفريقيا أو الخامس له مع الأهلي في أفريقيا والتاسع بفانيلة الأهلي. لاعب مهم في صفقة كانت مهمة اتأخر حصوله على الفرصة الكافية لكن بيعبر عن قدراته يا باشمهندس. على فكرة هو خد فرص بس الإصابات عرقلته. ده دخل المنتخب بعد انضمامه للنادي الأهلي المنتخب الأول كمان. أيوه فهو لاعب إمكاناته كويسة. شوف الذكاء يعني الجون ده بيعكس ذكاء وقدره على التنفيذ هاي. والجون اللي جابه برضه كان اظن في اياكس اللي خده على سيب في مباراه المقاولين لا في ماتش ودي كان اياكس اعتقد
اللي كان في دبي كان جون برضو خد على فخده وراح لعبها فيرست تايم كسبناه ده الماتش مباراة اعتزال حسام غالي اعتقد لا حسام غالي كان بيترو اتلتيكو مش فاكر لكن هو يعني عايز اقول امكانياته عاليه جدا ومش لعيب بيتدلع لا واخدها جد واداؤه انا بتابعه برضو مع بعض زمايله اللي بيهموني جدا في المنتخب الاولمبي لان دول مستقبل الاهلي ومصر يعني فانا شايف انه ماشي كويس لو حافظ على نفسه من الاصابات باذن الله لا مهاجم هايل طيب الحاوي وليد سليمان كمان لانه ده جاب جون وده جاب جون ده ماله ده الحاوي هو اللاعب كان اللي بينضم لقائمه افضل 10 هدافين للانديه المصريه في بطولات افريقيا برصيد 18 هدف منهم 15 هدف بفانيله الاهلي القائمه يتصدرها الكابتن محمود الخطيب برصيد 37 هدف وتنتهي عند الكابتن جمال عبد الحميد وفلافيو ولكل 18 هدف وليد سليمان ده الهدف الاول له في النسخه الحاليه وال14 له في دوري ابطال افريقيا ورقم 55 له بفانيله الاهلي وليد ما شاء الله يا باشمهندس يعني يلعب يشارك يسجل ده اصل ده في حته بتاعت اللعيبه اللي ما بتجيش كتير بمذاق خاص بمهارات خاصه بشخصيه خاصه ولعيب جد على طول فربنا يحميه برضه ويظل على هذا التالق لانه يستحق يعني ان يكون في المكانه لو جه بدري شويه النادي الاهلي ده كان بقى عنده تاريخ عميق جدا صحيح جدا. طيب كلين شيت بقى ولا الشباك النظيفة ده المرة ال14 للحارس محمد الشناوي الشناوي حارس الأهلي الدولي الكبير رقم 46 في جميع البطولات لكن 14 بفانيلة في أفريقيا بالضبط كانو سبورت هو المنافس رقم 101 للأهلي في بطولات أفريقيا والتاني اللي من دولة غينيا الاستوائية اللي بيواجه الأهلي بعد مواجهتين سابقتين مع رينا سيمنتو في عام 2006 دي بعض الأرقام المهمة جدا في هذه المباراة اللي حملت رقم 275 للأهلي في تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أفريقيا البطولة اللي الأهلي بيحمل كل أرقامها القياسية تقريبا واللي بتتطلع فيها جماهير الأهلي باهتمام كبير إن شاء الله إن الأهلي يستعيد لقبها هذا العام نشوف رأي الأستاذ حسن المستكاوي في هذا الفوز الافتتاحي المهم للأهلي الاهلي عمل حاجه كويسه ان بعت لجنه تقابل الراجل تتفرج تتكلم معاه وتتناقش معاه يتعلق بفلسفته والكوره والاهلي وهل شاف الكوره المصريه هل حاجات مهمه جدا لازم تبقى مع المدرب انا بقى مقتنع ان يعني السي في بتاعت المدرب ده جزء من اهميه المدرب لكن مش كل حاجه لان حتى بالمنطق كده يعني مانويل جوزيه ما كانش عنده سي في لما نجح مع الاهلي صحيح بطولات برضو قليله مع في البرتغال برونو ميتسو صحيح برونو ميتسو طبعا كلود لوروا صحيح ايرفي رينار صحيح كل المدربين اللي اشتغلوا في افريقيا وعملوا انتصارات كبيره وعملوا اسم في افريقيا ما كانش ليهم سي في صحيح انا مش بدافع عن فايلر ولا ببرر يعني انا بقول ممكن ينجح وممكن يفشل يعني انا بتكلم 50. انا بتكلم في نظرية وفكرة عامة أن المدرب أهم حاجة شخصيته صحيح. طريقته فلسفته صحيح الكيمياء بتاعته مع الفريق اللي بيدربه هل ما هو في مدربين تنجح مع فريق تروح فريق تاني ما تنجحش صحيح ده وارد يعني صحيح فنحكم على المدرب من أدائه ومن عقله عقله في الملعب موجود ولا لا إذا كان يعني أنا ما بحكمش على مدربين بسرعة صحيح على فكرة اللي أنا أعرفه عن لعيبة النادي الأهلي من خلال زميلنا مثلا وليد صلاح الدين اللي بيشوف التمرين وبيتصل باللعيبة كتير إن اللعيبة مبسوطة من فايلر لعيبة النادي الأهلي مبسوطة من طريقة تدريب وطرق تدريب فايلر مبسوطة كمان من مدرب اللياقة البدنية كمان جدا يعني ما هو ده من الجهاز صحيح يبقى برضو ما نستعجلش طبعا في الحكم على المدرب في النقطة دي أنا متفق مع الأستاذ حسن مسكاوي في كل ما قاله
كنت اختلفت معاه في حاجات تانية ما جاتش، لكن في النقطة دي أنا متفق معاه. السي في مش كل حاجة. لأن مورينو نجح نجاحات مرعبة وبعدين فشل فشل ذريع وقعد من غير شغل. المدرب ما هو أي مدرب عظيم، ما هو أنت قبل ما يبتدي في أول مشواره ما كانش عظيم، ما كانوش سي في. يعني فايلر كل الناس يقول لك أكبر نجاحاته من سنتين مع اندرلخت في بلجيكا. اندرلخت أكبر نادي في بلجيكا، وكان قبل ما يروح له فايلر ما عندوش بطولات، خد الدوري السوبر وبعدين سابه خسر البطوله بعديه. مش معنى كده ان التجربه دي يقيم عليها، لكن كمان مش معنى كده ان هو مش مهدي بدايه وعنده كام سنه، يعني سنه صغير. فهو اعتقد ان النادي الاهلي قد تكون البدايه التي ينتظرها عشان يروح في حته تانية. مدرب شاب في الاربعينات. طيب الاهلي وضع قدما وربما اكثر من قدم في دوري المجموعات انتظارا لمباراه العوده، بقيه المنافسات ايه؟ تفتكروا مين ممكن يصعد لدوري المجموعات من خلال هذا الدور؟ هقول لكم النتائج وهتلاحظوا من خلالها. الاهلي فاز خارج الارض على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه 2-0. الزمالك خسر من جينيراسيون السنغالي في داكار 2-1. الزمالك عنده فرص تعويض في القاهره. سان داونز كسب بره الارض، ده اكبر فوز هذه الجوله، فاز على كوتي ديور اور بطل سيشل 5-0. فبالتالي سان داونز قريب جدا جدا من التاهل. يعني نقف عند ال 5-0 دي. ما هو سان داونز لسه المدرب سايبه. مش كده ولا ايه؟ ولا هو كان اورلاندو؟ لا اورلاندو. الهلال السوداني انيامبا النيجيري تعادل في ملعبه مع الهلال السوداني 0-0. فبالتالي المباراه في العوده في الملعب. كوتوكو الغاني كسب في ملعبه في كوماسي، كسب النجم الساحلي 2-0. فالنجم هنا في خطر انه محتاج في سوسه يفوز 3-0. كوتوكو يبدو اقرب للتاهل الا اذا لو النجم عدل هذه النتيجه. والهلال السوداني اقرب للتاهل على حساب انيمبا العتيد لو استغل الارض في مباراه العوده. فوسا جونيور البطل مدغشقر تعادل مع مازيمبي تعادل بره ملعبه. مدغشقر دي عملت عندها مفاجات بس تتعادل في ملعبها مع مازيمبي، يعني مازيمبي عنده فرص للصعود. عشان كده بقول لكم البطوله هتبقى تقيله. الترجي حمل اللقب المشكوك فيه حتى الان في التنازع مع الوداد البيضاوي، اتحسب خلاص يا كابتن. ما هو اتحسب بس في لسه لجنه للاستئناف. طلعت قرارها امبارح للاستئناف. طيب الترجي تعادل بره ملعبه 1-1 في تشاد، يعني عنده فرص كبيره لبلوغ دور المجموعات. يانج افريكانز التنزاني اتعادل في ملعبه مع زيسكا يونايتد الزامبي 1-1. فالكره في الملعب. بيترو اتلتيكو الانجولي اتعادل في ملعبه مع كامبالا سيتي الاوغندي 0-0. المساله في الملعب. بلاتينيوم بطل زيمبابوي فاز على يونياو الموزمبيقي في ملعبه 1-0. جرين ايجلز الزامبي فاز او خسر في ملعبه من اول اغسطس الانجولي 2-1. خسر في ملعبه. يبقى انجولا قريب جدا. بالظبط. شبيبه القبائل الجزائري عنده فرص للتاهل لانه فاز في الجزائر على الحريه الغيني 2-0. فعنده فرصه. كارا بطل توجو اتعادل مع فيتا الكونغولي 0-0. نوازيبو الموريتاني خسر في ملعبه من الوداد 2-0. فالوداد فرصه كبيرة جدا في التأهل. النصر الليبي خسر في ملعبه من الرجاء المغربي 3-1. النصر الليبي هتلاقيه بيلعب في تونس، خسر في ملعبه في تونس 3-1. فأصبح الرجاء قريب من التأهل، الوداد قريب من التأهل، اتحاد العاصمة الجزائري قريب جدا من التأهل، فاز في ملعبه على جورماهيا الكيني 4-1.
يعني ما شاء الله كبار العرب كلهم فرصهم في التأهل قائمة جدا، إذا كان الأهلي أو الترجي أو الوداد أو الرجاء أو اتحاد العاصمة الجزائري، كلها الفرق العربية والزمالك أيضا. يمكن أثرهم حرجا النجم والزمالك أيضا. إن يعني في النجم الساحلي في بطولة قوية جدا، النجم الساحلي طبعا فرصه صعبة شوية لأنه خسران من كوتوكو 2-0. طبعا البطولة الأسماء دي كلها معظمها خد بطولة أفريقيا قبل كده، كوتوكو أو النجم الاثنين من فرق الأبطال ومازيمبي والترجي و يعني كلهم أصحاب ألقاب قبل كده والوداد، لا بطولة تقيلة جدا طبعا، بطولة ينتظرها تنافس رهيب. لكن لو على كده تعالوا نتحاسب، وقبل ما نتحاسب نشوف الأشقاء في فلسطين أغنية بيهدوها للأهلي واحتفالاته، وبعد الأغنية والفاصل نرجع نشوف لو على كده تعالوا نتحاسب. اهلا بحضراتكم من جديد. لو على كده
تعالى نتحاسب. بس قبل ما نتحاسب، ظاهرة التحفيل اللي بين الجماهير على السوشيال ميديا ظاهرة يعني فيها من الخطورة اللي لازم الناس تنتبه له، مش بس عشان في مباراة سوبر بين الأهلي والزمالك، لا، على أساس العلاقة الطبيعية اللي المفروض تكون. وإذا كان في بعض العذر للجماهير على إن هي جماهير في مختلف الثقافات، في مختلف الأعمار، في مختلف الظروف، حتى في ناس كتيرة بتبقى بأسماء وهمية وأسماء حركية، فما انتش عارف ده أهلاوي بجد وبيهاجم في الخواجة وبيهاجم في الجهاز وبيهاجم حد من اللعيبة، ولا هو زملكاوي وداخل باسم تاني وحاطط بس لون الفانيلا، ولا حد عايز يولع الدنيا بين الاتنين وخلاص، أو حد طرف تالت عايز يولعها، ده وارد. والتحفيل على ما فيه من إثارة بقى عند البعض ظاهرة اجتماعية خطيرة وظاهرة رياضية سلبية غير جدا، مستحبة جدا، سلبية لسبب طبعا. استاذ ابراهيم، هو اللي بيحفل النهارده ده هيتحفل عليه بكره. اه، ليه الناس ناسيه دي؟ ايوه، ليه الناس ناسيه ان كل كلمه تقولها تقدر تترد عليك وتترد بقسوه؟ فالحقيقه مش فاهم ايه المزاج ان نكد على اللي قدامي. بستغرب جدا لما الاقي ان الناس مشغوله ببعضها، مش مشغوله بنفسها، او مش مشغوله بفرقتها، او مش بتسعى بفرقتها. ده احنا بنشوف دلوقتي على مستوى المسؤوليه ومستوى البرامج ان في برامج ما بتتكلمش على نفسها، ما بتتكلمش على الاهداف اللي هي اصلا منشاه عشانها، اكنها يعني برامج معارضه لنادي تاني. أوه، بتهاجمه بس، بتهاجمه بس، او تصدر له المشاكل، او تصدر له التهكم، او تصدر له يعني حاجه غريبه مش قادر استوعبها. لان الحقيقه طوبى لمن شغلته نفسه عن عيوب الناس، لو كل واحد انشغل بنفسه هنتحسن جدا. وهي لما نكسب ونستمتع بفرقتنا ونعلي فيها زي ما احنا عايزين، يا سيدي قول في فرقتك اللي انت عايزه، لكنك ان تخدش الفريق المنافس ملهاش معنى غير الغيره، خلي بالك يعني. اه، والشعور انك مش عارف توصل له. لكن زي ما انت قلت بقى، اما بتيجي بقى من مسؤولين تسميها ايه دي؟ بص، انا يعني اللي لفت نظري جدا في السياق ده الاستاذ حماده شادي. حماده شادي للي ما يعرفهوش راجل شغال في الشركه الراعيه للاتحاد الافريقي، فهو المنسق شبه الدائم للمباريات المصريه في افريقيا. يعني تلاقي الاهلي بيلعب في دوري ابطال افريقيا، مين المنسق اللي موجود من قبل الشركة الراعية؟ حمادة شادي. هو راجل زملكاوي جدا، وحقه وانتمائه يعني ما حدش يقدر يختلف عليه، انك تبقى اهلاوي او تبقى زملكاوي او اسماعيلاوي او تشجع الاتحاد، دي كلها انتماءات محل اهتمام او محل تقدير واحترام. لكن اللي هو مش محل لا تقدير ولا احترام ان انا اكون مسؤول في شركة راعية، منسق للمباريات، انا اللي بكتب تقارير عن الجماهير ومدى التزامها، انا اللي بكون حريص على حفظ النظام والامن في الملعب، انا اللي منوط بيا حمايه هذه الجماهير، اسمح لنفسي ان انا ادخل طرف مع هذه الجماهير في تحفيلات زي كده، اطلع احفل على اهلي بعد مباراه، او اغيظ في النادي الاهلي، او اقول الفاظ لا يجب ابدا ان تصدر حتى من مشجع عادي، فما بالك من حد عنده قدر من الثقافه وقدر من المسؤولية. حمادة شادي أنا أعرفه كويس قوي، لا يجب أبدا بأي حال من الأحوال أنه يفضل سايب نفسه منجرف لتيارات التحفيل بهذا المستوى، لأن هذه الجماهير اللي أنت سيادتك بتحفل عليها أو طالع تغيظ فيها تقدر تغيظك قد كده للصبح، وعندها من الرصيد وفرقتها محققة من البطولات ما يكفي. بس هل ده حوار يليق؟ هل ده وضع يجوز اعتماده لعلاقة بين مسؤول إداري تنسيقي بيكتب تقارير عن مدى التزام هذه الجماهير في المدرجات أو داخل الملعب مسؤوليته الحفاظ على أمن وسلامة هذه الجماهير؟ هل ده مستوى يجوز السكوت عليه؟ بقول لكم التحفيل على قد رفضنا ليه ونبذنا ليه، لكنه بين جماهير وبعضها في ثقافات مختلفة وأعمار مختلفة ماشي. آه، لما يجي من المسؤولين يبقى مصيبة. بالظبط، يعني لان الحقيقه انت المسؤول، يعني كلمه مسؤول يعني ايه؟
عنده مسؤوليه، عنده مسؤوليه تجاه مين؟ تجاه نفسه وبلده. ده عنده مسؤوليه ويساءل، ويساءل. أيوه. المسؤول يساءل بالظبط. فمساله ان المسؤول يبقى على كيفه، لا، ده انت اتكتفت بالمسؤوليه بالظبط، مش على كيفك ابدا، فتتصرف كمسؤول. يعني حتى لو حد غاظك انت ما تردش عليه طبعا. ما ينفعش السيبه اللي احنا فيها دي بصراحه، ما ينفعش، ما ينفعش يا حماده ابدا. طيب كمان في اطار علاقه الاهلي والزمالك والناديين كبار، يعني مصر بجد، مصر عندها اهلي وزمالك بهذا الزخم الرياضي والكروي الكبير جدا. لما لعيب ينتقل من الاهلي للزمالك نسمع كلام كتير يقول لك اي لعيب بيروح من الزمالك للاهلي ما بينجحش، فبالتالي ما يصحش يروح. طارق السيد واحد من اللعيبه اللي قالوا هذا الراي، هنشوفه ونتحاسب. التجارب بتقول يا هاني كلها، كل لعيب مشي من الزمالك وراح النادي الاهلي ما حققش الانجازات الكبيره اللي هو كان المفروض بيحققها، او اللعب او الشكل او المده اللي بيلعب بيها فيها بالنادي الاهلي. ليه؟ بس دي تجارب لا يستند اليها، لا. مش معناها ان اي حد هيعمل كده. كل التجارب اللي حصل كده حصل معاه نفس الكلام. في مثال ناجح جدا من اول رضا عبعال، كابتن رضا عبعال. بعد كده مين؟ بعد كده طارق السعيد، اينو، محمد صديق، مين تاني فكرني لو انا ناسي؟ اعتقد دول خمسه. تمام. شوف، هو عنده حق في زاويه معينه، ان اللعيب اللي بينتقل من الاهلي للزمالك بيكون سبب انه يضيف له بطولات. اللعيب الذي ينتقل من الزمالك الى الاهلي بيستمتع بتحقيقه للبطولات مع النادي الاهلي. فرق كبير جدا انك تروح تغير الدنيا. كابتن جمال عبد الحميد، كابتن حسام ابراهيم، كابتن ايمن منصور كان من ناشئي الاهلي وراح هجر في عمان، في عمان، ورجع على الزمالك. على فكره كان هو كابتن طاهر ابو زيد، وكان الاهلي عايز يجيب فيرود وقتها، فكان يرجعه كابتن ايمن منصور، راح السكه الحديد شويه ولا كابتن طاهر، وبعدين طبعا استقر على ان يرجع كابتن طاهر، وبطل بعديها بسنه او الموسم المشهور ده. اي فانا كنت عايز اقول لك يعني كل دي لعيبه اضافت الى نادي زمالك بطولات طبعا. فطبعا هو القياس هنا انت مش هتحس بالتاثير لان الاهلي بيحقق بطولات، لكن انت لو حسبت، انا كده وانا قاعد معاك هو ذكر اسم مثلا الكابتن طارق السعيد، انا عشان كده طارق السعيد ده، معلش انا دي انا عارف انك كاتبها، انا هقولها بس من زاويه تانية. والكابتن محمد صديق، كل واحد فيهم لعب له حوالي سنه ونص، اقل من سنتين يعني، او سنتين، خدوا اكتر من خمس بطولات ووسام. معيار بقى كلمه النجاح بالنسبه للكابتن او هو اللي بيخليه قايم الامور، هو المعيار ان انا افضل العب دون ان احقق شيء، ولا ان انا احقق كل احلامي في فتره وجيزه ما كانش ممكن احققها خارج النادي الاهلي. اذا كان ده فشل يا رب نفشل كلنا. طيب ما تيجي نتحاسب بقى واحد واحد. كابتن رضا عبد العال، رضا عبد العال قبل ما يجي الاهلي في 93 كان لعب مع الزمالك ست سنين، ست مواسم، من 87 ل 93، ست مواسم مع الزمالك جاب فيهم رضا ست ألقاب، ستة في ستة، ست ألقاب، ثلاثة دوري، اثنين كاس مصر، وبطولة أفرآسيوية. يعني رضا مع الزمالك ستة على ستة، ست سنين، ست بطولات. طب رضا مع الأهلي، هنعتمد المعيار برضو عدد السنين اللي انت لعبتها، انت لعبت ست مواسم مع الزمالك جبت ست بطولات، برافو، حصاد كويس هايل، وكان في فترة الزمالك كان عنده فرقة تقيلة، جاب ست بطولات في ست مواسم. جه النادي الاهلي في 93 في صخب كبير جدا، في صفقة مدوية لعل المهندس عدلي حتى الان ما كشفش عن كل تفاصيلها الحقيقة، لكن رضا
جه النادي الاهلي لعب 5 مواسم، ده لعب اقل من الزمالك. لعبت في الزمالك 6، لعبت في الاهلي 5. طب جبت 6 بطولات مع الزمالك في ال6 سنين، عملت ايه في الاهلي في 5 سنين؟ 9 بطولات، الضعف يعني. ادي ادي الفشل يعني يا استاذ. لو عدد بطوله في السنه أقل تقريبا 2 وبطولات اكتر، تقريبا 2 في السنه في الاهلي بالظبط. من 93 ل 98 فاز رضا مع الاهلي ب9 القاب، 5 دوري، 5 دوري و2 كاس مصر وكاس البطوله العربيه وكاس السوبر العربي النخبه العربيه. ادي رضا عبد العال عشان الناس تبقى فاهمه حجم نجاحاته هنا ايه وحجم نجاحاته هنا ايه. يعني بالمعيار السنين حتى متقاربه، لكن بمعيار الحصاد الانجازات ما فيش مقارنه. 6-9 اذا كان ده فشل بقى ما اعرفش النجاح يبقى اسمه ايه. طيب مجدي طلبه وهو كان ناشئ في نادي الزمالك وبعد كده راح احترف في اليونان، لكنه لما لعب مع الزمالك لعب 5 سنوات حقق فيهم 7 ألقاب، وده حصاد هايل. 2 دوري، 2 كاس مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا وبطولة أفرو آسيوية لمجدي طلبة. يعني 7 بطولات في 5 سنين. جه النادي الأهلي في 95 وكان لاعب مهم جدا ومؤثر، بس ما قعدش في الأهلي غير 3 مواسم فقط. سنتين. 3 مواسم. 3؟ من 95 ل 98 حقق فيهم 7 ألقاب. برضه، بس في 3 سنين. يعني مع الزمالك 7 بطولات في 5 سنين، مع الاهلي 3 سنين بس جاب فيهم ال7 بطولات. كانوا 3 دوري و2 بطولة عربية وسوبر عربي. اسلام الشاطر، اسلام الشاطر ابن النادي الاولمبي، والاولمبي باعه للاسماعيلي، ومن الاسماعيلي الاهلي كان بيفاوضه والزمالك بيفاوضه، عرض الاهلي كان اكتر، لكن صمموا المسؤولين في النادي الاسماعيلي انه يروح الزمالك. حط شرط جزائي في عقده، ويوميها كلمني قال لي قول للمهندس عدلي في شرط جزائي في عقدي يسمح لي ان انا لو الاهلي عايزني اجي. الزمالك ما استخدمهوش كتير واعاره لاتحاد جده، رجع استخدم الشرط الجزائي اللي في عقده وجي النادي الاهلي. ما كانش قاعد في الزمالك غير موسم واحد ما حققش فيه اي بطوله. لعب في الاهلي اسلام 4 مواسم. تفتكروا عمل كام بطولة اسلام الشاطر مع النادي الاهلي؟ اللقطة دي اسلام مع طارق السيد، ويمكن ترقيصة بيعاقبه على التصريح بشكل مسبق او بأثر رجعي قوي. اسلام الشاطر في 4 مواسم مع الاهلي ما شاء الله 14 بطولة. بسم الله ما شاء الله. بصوا الحصاد اللي بيقول لك الناس لما بتروح الاهلي ما بتنجحش. 14 بطولة في 4 مواسم. لعب من 2004 ل 2008. 4 دوري، 2 كاس مصر، 3 سوبر مصري، 3 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي. في حصاد أعلى وأرفع من كده؟ 14 بطولة في 4 سنين. فشل. نادر السيد جه النادي الأهلي وما لعبش كتير. بس كان لعب مع الزمالك 6 سنين. كان شارك فيهم في الفوز ب7 بطولات للزمالك. 7 بطولات في 6 سنين. ما لعبش في الاهلي، بس وجوده كان اثار حميه وحماس ومستوى عصام الحضري الى مستوى عالي جدا. فقعد نادر السيد في الاهلي 2 موسمين فاز في خلالهم الاهلي ب7 ألقاب. 6 ألقاب في 2 موسمين في مقابل 7 ألقاب في 6 سنين مع الزمالك. طارق السعيد زميل طارق السيد واتكلم عنه بالخصوص. طارق كان لعب في الزمالك. طارق بالمناسبة ابن النادي الأهلي، يعني طارق ناشئ في النادي الأهلي. طارق السعيد هو من طنطا وجي الاختبارات هو والكابتن سيد عبد الحفيظ. قال انه هو يبقى في مقام كابتن توتو. كابتن توتو هداف الأهلي العظيم التاريخي. والتاريخي في ماتشات الاهلي والزمالك. هو جه اختبارات الاهلي قبلوهم، بس السن بتاعهم ما كانش له بطوله. فسيد عبد الحفيظ تم الاحتفاظ به في نادي النيل، نادي صغير كان على علاقه مع النادي الاهلي، اللعيبه ممكن تقعد فيه لغايه لما الاهلي يحتاجها. سيد فضل في النيل ورجع الاهلي. طارق رجع طنطا، ومن طنطا ما كملش فانتقل الى الزمالك.
طارق السعيد لعب في الزمالك قبل ما يجي الاهلي 9 مواسم، فتره كبيره جدا، وكان الزمالك عنده فرقه كويسه وقتها، عشان كده فاز معاه ب 13 بطوله، 13 بطوله في 9 سنين من 96 ل 2005. لما جه النادي الاهلي من 2006 ل 2008 يعني تقريبا موسم وين، تخيلوا في السنه ونص او الموسم ونص عمل 8 بطولات، منهم المشاركه في كاس العالم، ده معيار الفشل، 8 بطولات في موسم ونص، 2 دوري، 2 سوبر محلي، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي، والإنجاز الأرفع والأكبر برونزية كأس العالم للأندية اللي خدوا عليها أوسام، اللي خدوا عليها الوسام. محمد صديق أيضا اللي جه مع طارق السعيد لعب مع الأهلي من موسم 2006 في يعني موسم واحد، تخيلوا موسم واحد لمحمد صديق مع النادي الأهلي يكسب فيه كم بطولة؟ قولوا أنتوا، موسم واحد للاعب اللي الراجل بيقول لك فشل في موسم واحد 6 ألقاب، 6 ألقاب لمحمد صديق مع النادي الأهلي، الدوري، كأس مصر، دوري أبطال أفريقيا، السوبر المصري، السوبر الأفريقي، وبرونزية كأس العالم للأندية. قبل ما تكمل هتوقف هنا، لأن إذا كان عدد السنين هو المعيار بتاعه، هو ما كانش يقدروا يلعبوا نفس مدد الزمالك لسبب بسيط، هم جم في سن كبيرة. أيوه بالظبط. يعني هو أنت كل اللعيبة دي، اللعيبة اللي جت بعد كده جت في سن أصغر شوية، فكان عندها مساحة وقت. إنما اللعيبة كل اللي فاتوا دول جم في سن نسبيا كبيرة، مش كبيرة غير قادرة على العطاء، يعني بتقرب من نهاية المشوار مش بتبتديه. أيوه كمل. ده صديق اينو انتقال حر ايضا، كان لعب مع الزمالك 5 مواسم من 2002 ل 2007، حقق معاه في ال5 مواسم دول 4 بطولات، يعني عنده 5 سنين في 4 بطولات. عنده في النادي الاهلي اينو قعد 5 سنين، نفس المده من 2006 ل 2011. طيب المعيار الزمني واحد، 5 سنين اهلي، 5 سنين زمالك. 5 سنين الزمالك فيهم 4 ألقاب، 5 سنين الأهلي فيهم كام؟ إينو اللي فشل، رقم قياسي، إينو اللي فشل، اللي الأهلي ضيعوا. عارفين ضيعوا ليه؟ لأنه في نفس ال5 سنين اللي لعبهم في الأهلي فاز فيهم إينو مع الأهلي ب 16 بطولة، 16 بطولة في أندية يعني على بعضها طوال تاريخها ما عندهاش 16 بطولة. وهو ممتن لهذا ودايما يذكر هذا، 16 بطولة في 5 مواسم فقط مع الأهلي معتز إينو. كانت بطولاته، لأن الحقيقة رقم كبير يشرف أي لاعب، 5 دوري، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 سوبر أفريقي، كأس مصر، 2 سوبر أفريقي، 4 سوبر محلي، والمشاركة في كأس العالم للأندية مرتين، مفيش شرف ارفع من كده. هاني العجيزي كان لعب مع الزمالك 5 سنين، فاز مع الزمالك ب5 ألقاب، 5-5. العجيزي جه الاهلي قعد موسمين، وكانت الفرقه فيها لعيبه تقيله كبيره جدا، فكان فرص حتى استمراره رغم كفاءته وموهبته ما استمرش كتير، موسمين 2. تخيلوا انه في الموسمين الاثنين فقط العجيزي فرح مع الاهلي ب6 بطولات، 6 بطولات في موسمين مقابل 5-5 مع الزمالك. صبر الرحيل جين النادي الأهلي بعد ما كان قاعد مع الزمالك 5 سنين، 5 مواسم لصبري مع الزمالك، حقق فيهم بطولة واحدة فقط، كانت كاس مصر. جه صبر الرحيل وشغل الجانب الشمال في النادي الأهلي، فلعب 5 مواسم، يعني لعب 5 في الزمالك ولعب 5 في الأهلي. طب في الزمالك عمل بطولة واحدة، تفتكروا في الأهلي صبر رحيل عمل كام بطولة عشان يبقى فشل؟ قلنا 5 مع الزمالك فيهم بطولة واحدة، ال5 سنين مع الأهلي 5 و5 فيهم 10 بطولات، 10 بطولات لصبر رحيل مع الأهلي في نفس المدة اللي قعدها مع الزمالك. حقق الدوري 4 مرات، حقق دوري أبطال أفريقيا مرة،
الكونفدرالية مرة، كأس السوبر الأفريقي مرة، 3 سوبر مصري، وشارك في كأس العالم للأندية. ده صبر رحيل. أخيرا مؤمن زكريا، طبعا كان راح الزمالك إعارة سنة أو موسمين حقق فيهم كأس مصر، لكن مؤمن مع الأهلي على مستوى الفريق الأول في 4 سنوات من 2015 ل 2019 6 بطولات. يعني مع الزمالك واحدة، مع الأهلي 6، يبقى الحساب بتاع مؤمن بين الأهلي والزمالك 6-1. برضو ممكن يكون قصده اللعيبة ما كانتش مبسوطة هي في الأهلي بكل اللي أنت بتقوله ده. آه طب ما نشوف كده. عايز تسمعهم؟ طب نسمعهم، نشوف طارق السعيد لما اتكلم في قناة ال تي سي على الأهلي وعلاقته بيه. اللي جه سنتين اتنين ما فيش. بص انا يعني الفترة اللي لعبت فيها من النادي اللي في النادي الأهلي من 2005 لغاية نهاية 2007 كل البطولات اللي كانت بتعدي بقى كان النادي الأهلي بياخدها ساعتها. لأن بصراحة كان جيل محترم جدا، وخدنا تالت كأس العالم في اليابان، اعتقد ده اكبر انجاز في تاريخ النادي الاهلي، والحمد لله الواحد كان بيشارك، لكن الاصابات بقى هي اللي فرقتني. انا حسيت في الوقت ده لما خدت قرار اعتزالي حبيت ان انا اختم في النادي الاهلي، رغم بعض العروض اللي جات لي من الانديه الاخرى. يمكن الحاجه الوحيده اللي حسيتها كويس قوي في النادي الاهلي الترابط الاسري بين اللعيبه وبعض، ويمكن دي اكتر حاجه نجحت النادي الاهلي. اول ما رحت النادي الاهلي كان الكابتن نادر السيد موجود هناك ساعتها، قال لي تدخل عادي خالص وهتحس نفسك كانك بقالك 10 سنين هنا. وبالفعل انا بس عايز اتوقف عند كلمه مهمه جدا، هتقابل الكابتن نادر السيد، فقابل نادر السيد فقال له هتحس ان كانك بقالك 10 سنين. اذا الكابتن نادر السيد من حقه ما يبقاش سعيد لانه ما لعبش، لانه لما كل مصر بتقول لك ان اسطوره التدريب واسطوره المستوى واسطوره حراس المرمى موجود معاه، وكان في لحظه التحدي والتهديد بفقدان مركزه، عصام الحضري عمل بدايه حقيقيه مع وجود الكابتن نادر السيد. موضوع تاني يعني، عصام قبلها وبعدها القصه مختلفه. فمن حق الكابتن نادر يتدين وما كانش بيلعب، لكن هو في قرارة نفسه قال له ايه؟ تعالى الاهلي هتلاقي اسره واحده، هتحس ان بقالك 10 سنين. اذا كان سعيدا ويشعر بالاحترام ويشعر بذاته وهو في النادي الاهلي، بعكس ما يردده احيانا دلوقتي. نادر على قديمه. كابتن نادر لما بطل والاهلي يقدر له انه جه لعب موسم ولا موسم ونص ولا اتنين حتى مش فاكر، ها اتعين اول مدير لشركه الاهلي الانتاج الاعلامي. ايوه يعني ما ادالهوش يعني ما عاش كتير عشان النادي يحاول ان هو يقف معاه على هذا المستوى. مش عارف ليه زعلان، يعني ممكن تزعل انك ما بتلعبش مفهومه، لكن تزعل من نادي لم يقصر النادي الاهلي معه احد يعني. كمل. لا ده اللي قاله هاني العجيزي بقى اللي لازم تتوقف عنده. نسمع هاني العجيزي. قرار النادي الاهلي بالنسبه لي حاجه كبيره جدا يعني، وانا مبسوط ان انا قعدت سنتين في النادي الاهلي، كان نفسي اقعد اكتر فتره ممكن في النادي الاهلي. انت شايف بالتجربه خلت عاطفتك وقناعاتك تتجه ناحيه النادي الاهلي. بالظبط، وخلي بالك مش انا لوحدي يعني، اي حد لو مكاني هيغير الفكره. اي حد يعني لعب في النادي الاهلي يغير فكرته عنه ويرتبط بيه اكتر. بص قبل ما اقول لك حاجه، إيه انت في كام لعيب في نادي الزمالك لعب في نادي الزمالك وراح النادي الاهلي؟ في طارق السعيد تقريبا، في محمد صديق، في اينو، مفيش واحد فيهم طلع قال لك ان انا ممكن اختم حياتي في نادي الزمالك. مفيش. لما خدت قرار اعتزالي حبيت ان انا اختم في النادي الاهلي. ليه؟ ما برضه لازم الناس تعرف ليه. اكيد اللي بيحصل في النادي الاهلي او الاجواء في النادي الاهلي غير اللي موجوده في نادي الزمالك خالص. خلينا نكون صريح، انا والله العظيم ولا بقلل من نادي الزمالك ولا اي حاجه، بس فعلا دي الحقيقه يا جماعه. لازم الناس تفهم ان النادي الاهلي ده في حته ثانيه خالص يا جماعه. ما حدش هيعرف يقارن بين النادي الاهلي والزمالك الا لما تدخل جوه هنا جوه هنا. انا كنت بكره النادي الاهلي ده جدا يعني، انا تربيتي في نادي الزمالك، اتربيت في نادي الزمالك، النادي الاهلي ده
نادي مش عايز اقول لك بقى يعني دوله ومش عارف ايه وجماهير وحاجات يعني مش كويسه. لكن لما رحت النادي الاهلي لا ما فيش الكلام ده يا جماعه خالص. في حاجات كتير قوي في النادي الاهلي مش موجوده في نادي الزمالك يعني يعني اللعيبه حب اللعيبه لبعضها ده شيء مفروغ منه في النادي الاهلي. يعني انا اول ما دخلت النادي الاهلي اول تمرين عليا ابو تريكه جه سلم على اول اللي جه سلم عليا بركات جمعه مش الناس دي كلها يعني ما تحسش ان انت غريب دخلت كانك داخل كانك بقالهم مثلا بقالك 10 سنين مع النادي الاهلي. يعني ده اكثرهم يعني مباشره وقال لك انا كنت بكره الاهلي جدا فهو راح الاهلي لانه حاسس انه ربما مصلحته انه يروح الاهلي. على فكره جالي حد جابه لي حد من اهله كمان هو من فرسكور كان عنده 16 سنه وقتها عرفته بقطاع الناشئين بعد شويه لقيته في الزمالك. لعيب موهوب جدا وله طعم بس كمان في لعيبه حظها انها لما جت الدنيا زحمه ما انت عندك في اللعب وعندك متعب وعندك بالزبط. قصه بالظبط يعني الفرص ما كانتش كتير لكن كانت بالنسبه له التجربه اللي خليته شاف امور قال لك طب ما هو اسال اي لعيب راح الاهلي راح الاهلي ليه؟ عشان عايز بيقول انا كنت اتمنى افضل اطول مده ممكنه في النادي الاهلي لان كانوا بيربونا على كره الاهلي وما رحت شفت حاجه تانية خالص. ايه حكايه بيربونا على كره الاهلي دي؟ اللي هي بقى دلوقتي ظهرت وطفحت على وسائل الاعلام. الكلام ده ما كانش حد بيشعر بيه. ايوه كان بيتقال للصغيرين والناشئين. انت بتشوفه على الشاشات. عدم ذكر الحقائق، المهاجمه المستمره، اصطياد الالفاظ، اجتزاء المواقف، الوسب على المشاكل. زي هو في اكتر من اللي بيحصل مع مؤمن مثلا. ان هو في حاجه بتخليهم وبعدين في الاهلي ده نعمل معاه ايه؟ من باب اولى. وده بيحصل في الاعلام لان طبعا الاعلام في التلفزيون ربنا يديهم الصحه كلهم كانوا زملكاويه القيادات. ايوه فهتلاقي الاعلام كله في التلفزيون والاذاعه زمالك 85-90% منه زمالك. نفس الشيء في وسائل الاعلام المختلف. أيه. والذي لم يتنبه النادي الاهلي الا مؤخرا بشكل كده بسيط برضه مش بالشكل اللي فيه الزخم الواجب يعني اللي يعمل نوع من التكافؤ. فلما جاءت وسائل الاعلام ظهرت بقى السيطره التي ممكن لو سبتها لوحدها ناس كتير يقول لك ما تتعبش دماغك يا راجل ولا تهتم. ازاي ما اهتمش؟ ده بعد شويه الكلام اللي بيتقال ده اكنه هو الحقيقه. ما هو لعيب اهو عاش في هذا المناخ قال لك كنت بكره الاهلي صدق قال لك كانوا بيقولوا لنا ده نادي الدوله والحكومه بتسانده واخد بالك قالوا له كده تحكيم وحكام وحكومه نفس الكلام. ما هو اول الموسم تسمع ده نادي الحكومه اما تاخد البطوله ده نادي الاخوان ما تفهمش ازاي جابوا الاثنين مع بعض ازاي الاثنين مع بعض. لكن هي الفكره كلها دي ازاي تشوه الاهلي ازاي تكره الناس فيه. فاللي تحت ايدهم لعبتهم. ايوه لما بيروحوا بقى يعيشوا في النادي الاهلي حتى اللي بيكابر غصب عنه بينه وبين نفسه شايف ان الكلام ده مش مظبوط. يعني اللي طالع متضايق انه ما حققش كل اللي عايزه او انه كان بيتعامل مثلا في الزمالك. اصل خلي بالك الاهلي المرهق في الاهلي انه متسيستم. مش اي حد هينجح مش اي حد يخش هيستحمله يستحمل النظام والصرامه في تطبيق اللوائح يعني ناس ما بتستحملش هذا الكلام لكن بينها وبين نفسها بتحترم الفطره اللي كانت موجوده في النادي الاهلي وما بتكبرش فيها. ايوه ولما يجوا يذكروا سبب تفوق الاهلي لازم يعددوا ان المناخ والنظام والالتزام والروح الاسريه والعلاقه بين الصغير والكبير والاحترام واخذ الحقوق دون تسول كل ده بيقولوه وهم بيهاجموا الاهلي بيقولوه برضه زي بالظبط كل ما الاهلي يكسب بطوله الاعلام يطلع يقول لك الفضل للاداره. وبمنتهى التعثر اداره لا تصلح ومتباطئه وبخيله نفس الاصوات على نفس الاشخاص هم اللي بيشيدوا بالاداره. ولذلك يا اولادنا يا شبابنا يا جماهيرنا يا حبايبنا يا اللي ما عشتوش طبعا ما عشتوش قدنا احنا يعني احنا بنقول باي باي وانتوا جايين بس والنبي عشان خاطرنا
افهموا الاهلي على حقيقته، افهموا اللي بيحصل معاكم واللي بيخليكم ترددوا كلام مش دارين قد ايه يأذي النادي الاهلي. مش دارين. ولذلك احنا هنتكلم على الماتش الجاي ولا وقتنا هنتكلم على الماتش الجاي، لكن نشوف كلام معتز اينو صاحب الرصيد الكبير قوي ده من البطولات، اللي عمل 10 بطولات في 5 سنين او 11 بطوله في 5 سنين، 16 بطوله اسف، نشوف صاحب هذا الرقم الاعجازي الكبير رايه ايه في الاهلي بعد ما لعب له 5 سنين من 2006 ل 2011. في 5 سنين جاب 16 بطوله، وهو اللي كان لعب في الزمالك 5 سنين جاب فيهم 4 بطولات بس. صاحب ال 16 بطوله رايه ايه؟ انت بتسالني انت راجل اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بقول لك انا راجل اهلاوي وقلت الكلام ده، وراجل بحب النادي الاهلي وراجل بموت في النادي الاهلي واخد فيه 14 بطوله ولا 15 بطوله، تاريخي كله في النادي الاهلي، احسن ايام حياتي في النادي الاهلي. يكفي ان انا شفت احلى ايام حياتي في النادي الاهلي. شفت احلى ايام حياتي مع جمهور النادي الاهلي اللي هو عنده قاعده جماهيريه 100 مليون. فليه اجمل ايام حياتك كانت في الاهلي؟ اجمل ايام حياتي يعني شفت فيها كل حاجه حلوه في الخمس سنين بتوع النادي الاهلي، غير اللي النادي الاهلي ذات نفسه اتعلمت منه حاجات كتيره قوي. فهي دي يعني ايه اللي اتعلمته في الاهلي ما كانش موجود في الاهلي؟ اتعلمت النظام. سيستم ماشي عليه ايا كان مين اللي ماسك او ايا مين كان مين المدير الفني ايا كان مجلس الاداره، تحس ان الكيان ماشي على خط مستقيم كده، ملوش دعوه بقى مين موجود او مين مش موجود. دايما بيبص لقدام، دايما بيبص اللي انا عندي هدف واحد هو البطوله. لا انا هنا يعني وانا في الزمالك في الخمس سنين او ست سنين لعبت النادي الاهلي كتير جدا، يمكن كسبت حوالي مرتين. كسبت النادي الاهلي مثلا مرتين ودايما كنت بخسر. دي حقيقه. لكن هو انت في الاهلي بيبقى كسبت كتير جدا الزمالك جدا يعني كتير. يعني انا لعبت مثلا في الاهلي خمس سنين مثلا كل سنه مثلا بتلعب في السنه مثلا ماتشين دوري رايح جاي دور اول ودور تاني، ومثلا ماتش سوبر مصري مثلا لو تقابلنا في الكاس. يعني اعتقد ان انا ما خسرتش ولا مره وانا في النادي الاهلي، ما خسرتش من زمان. يعني في كل الاحوال تذكر الحقائق من افواه اصحابها، هم دول لعيبه الزمالك اللي راحوا الاهلي اللي فشلوا في الاهلي او فشلوا في الاهلي. اذا كنا هنعول يعني دول اللي ذكرهم طارق سيد بالاسم. انما يعني في ظروف معينه لبعض النماذج خرجت من النادي الاهلي متضايقه من حاجه، او في الظروف الحاليه النهارده بتخلي ان يعني يتقال كلام. انا عارف انه يعني بينه وبين نفسه لا هي مش كده. فعلى اي حال ومش وعلى فكره ما فيش حاجه اسمها اجماع، مش معنى كده ان لازم كل واحد يخش النادي الاهلي ينبسط ويطلع. لا انت سعيد. قلت نقطه مهمه جدا، انت عندك سيستم اللي هينبسط اللي هيقدر يلتزم بيه اللي يقدر يتحمله ويمشي فيه اللي يقدر يتحمله اللي يقدر يتحمله. يعني انت دلوقتي لو رحت بتعمل برنامج في قناه يعني ليها نظام في القعده والوقفه والكلمه والدقيقه والوقت واللفظ، بتحس انك انت بعد شويه تبقى روبوت. مش شخصيتك مش باينه. ممكن تتعب. انا مش اقصد النادي الاهلي بيعمل كده، لا انا اقصد اقول في نظام. النظام ساعات ما بيستحملوش الا المنضبط. مش كل واحد يستحمل النظام. لكن النادي الاهلي لا طبعا، ما فيش روبوت بيتعامل معاملات انسانيه. هم كلهم بيقول لك الروابط الاسريه يعني عشان برضو ايه ما تستغلش الامور وتخرج سياقها كالعاده. انا بدي لك مثل بوضح لك انك انت اما تروح زي اللي بيخش الجيش، كل واحد بيحب يخش الجيش؟ كل واحد بيحب يخش الشرطه؟ لا لان في قواعد انضباطيه ما يستحملهاش اي حد. بس اللي بيعدي منها بيبقى ولد. صحيح، واخد بالك؟ صحيح. واللي بيعدي في نظام الاهلي بيبقى ولد وبيبقى بطل وبيكمل وبياخد بطولات وبيتعود على بيطلع بشخصيه البطل. النظام بيعمل بطل والالتزام. طيب جدول الدوري، تعهدات وايضا مسؤوليات. جدول الدوري
او تساؤلات. جدول الدوري الاتحاد او اللجنه المؤقته اللي بتدير اتحاد الكره حسنا فعلت والتزمت واعلنت الجدول لغايه نهايه الدور الاول، لكن في تساؤلات كتيره. يمكن قبل ما نتكلم في جزئيه جدول الدوري واتحاد الكره، جزئيه مدرب المنتخب، الكل بيتكلم في الساعات الاخيره على اقتراب الكابتن ايهاب جلال من تولي مسؤوليه قياده المنتخب، وفي المصري قالوا ان ايهاب جلال خلاص لما حقائبه وهيمشي النهارده. لا في تعديل، رجع المصري بعد كده بعد ما قالوا لما حقائبه قال لك مكمل معانا. ليه؟ في خلاف مع اتحاد الكره على تشكيل الجهاز المعاون. ايهاب جلال عايز يجيب ناس والاتحاد معترض، والاقي ناس كتيره في الكتابات محمله كابتن محمد فضل عضو مجلس اداره الاتحاد ان هو المصمم على ايهاب جلال وان هو المسؤول عن هذا الملف. مؤكد يا باشمهندس، لا محمد فضل لوحده هيجيب مدرب ولا بقيه الترابيزه غايبه عن القرار. البدايه الصح ده قرار هيجي باجماع اللجنه، مؤكد، مش اي حد، مش على هواه مدرب بعينه فيشيلها لمحمد فضل. اذا كان محمد فضل مكلف بالتفاوض فمؤكد انه بيعلن او بيرجع كل ما تم للاستاذ عمرو الجنايني واعضاء اللجنه. فبالتالي يعني الضغط على محمد فضل بهذه الجزئيه، ما هو الخمس اسماء المطروحين ما تحتملش خلاف. ممكن ابقى انا عايز واحد لكن لو جه واحد تاني مش هتضايق. يعني الخمسه كلهم فيهم سمات، كل واحد عنده حيثياته، عنده حيثياته وما عندكش سبب تاخد منه موقف. بالظبط. يعني انا كمسؤول في اتحاد الكوره هاخد موقف من الاربعه التانيين ليه؟ ان انا لما جاش ده لازم امشي او اهدد بالاستقاله. فسيبك عشان ما تضيعش وقت في الحكايه دي، لان برضه في جانب مالي قد يعق هذا الاتفاق. في مبلغ كبير جدا يقال انه 3 مليون جنيه تسلمه الكابتن ايهاب جلال، واتحاد الكوره يقول لك وانا مالي، ده مال عام، والنادي المصري بيقول لك الله انا ذنبي انت بتاخد المدرب بتاعي اللي انا دافع له هذا المبلغ. فطبعا دي نقطه مقدم تعاقد، ربما تكون هي دي النقطه اللي تحول. طبعا لان طبعا دي حصلت قبل كده في بين انبي والزمالك. خد برضه مقدم تعاقد كبير، ولما راح الزمالك راح على انبي المبلغ ده. في كل الاحوال نتمنى ان الموضوع متحق. كل الاسماء انت فعلا يعني اختصرتها، كل الاسماء المطروحه كله عنده حيثياته اللي تؤهله لقياده هذا او قياده المنتخب في هذا الظرف، كلهم بلا استثناء. وعلى فكره والتاخير ملوش معنى. انت لو اخترت اي حد يا سيدي واتكل على الله وكمل، عندك مبرراتك الكافيه، وما فيش حد فيهم يعني هتبقى انت لبست واحد ما انتش عارفه، كلهم معروفين. طيب علينا وعليك بخير وكل سنه وانت طيب. الجمعه بدايه الموسم الجديد. السوبر بدايه موسم جديد. حتى وان كان سوبر باسل رجعي، سوبر بتاع الموسم اللي قبل اللي فات، بس ما علينا، اهو سوبر وخلاص، شيء من لا شيء. ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. جاي هذا السوبر بتاع 2017 2018. بما انك بتقول ده بتاع الموسم اللي قبل اللي فات، هو السوبر ده مش كان له جايزه؟ ازاي يعلن دلوقتي ان بدون جوائز ماليه؟ طب هو انت جيت في الجايزه؟ لا، مش ده على لائحه قديمه انت عايز تقول بعد كده. طب هو بيتلعب ليه؟ هي وجع دماغه وخلاص. يعني ايه؟ هو كان له جايزه وشركه الراعيه واخداها بتمنحها. بتمنحها الجايزه، بتمنحها وليه حق. فانت بتديها حقها وتاخد منها حقك طبعا. فانت هي دلوقتي ليه انت بتعلن ان مفيش جايزه؟ سيبك من دي مش هنضيع وقت فيه، بس ده تعليق على ده. طب ليها لائحه ولا لا؟ يعني بصوا يا جماعه، ده بدايه، وده الكلام للجنه اللي بتدير اتحاد الكوره عشان يبقى الكلام في الوضوح. السوبر بدايه موسم، يفترض ان يدار بلائحه الموسم الجديد. معلوماتي انه حتى الان، حتى اليوم، الانديه لم ترسل اليها لائحه المسابقه بتاعه الموسم الجديد. كنت بالاول لجنه المسابقه. انا بتكلم على السوبر ولا المسابقه؟ المسابقه، ما هو ده بدايه، انت ده بدايه الموسم. لا معلش، بس ده سوبر السنه اللي قبل اللي فاتت هتلعبه بلائحه جديده، بس هتستهل بيه الموسم الجديد. معلش، لا هتلعبه بانهي لائحه؟ وانت مأجله، هو ده ميعاده. انت هتلعبه بانهي لائحه تقصد؟ ده هنضيع وقت هنا في دي كتير، مش مهمه دي، واخد بالك؟ عشان النبي حتى الان، حتى الان اصل في كلام عايزين نلحق نقوله. طب حتى الان الموسم لم ترسل لائحته الجديده، المباراه اللي جايه هتدار بانهي مسابقه؟
دي حاجة. الحاجة التانية الجدول اللي أعلن يا باشمهندس ده جدول لنهاية الدور الأول، ملاحظاتك عليه. ماشي نلتزم بيه. آه ملاحظات إن الأهلي هيلعب الساعة 3:30 الساعة 5 وأكثر من مباراة. ملاحظاتي طبعا قد تفيدك، قد تضرك دلوقتي وتفيدك بعدين. آه إن الزمالك هيلعب مثلا 10 ولا 11 مباراة ورا بعضهم في القاهرة. آه الأهلي هيخرج. أي اللي بيبتدي بدري وبيركب فيها ميزة، لكن في نهاية الموسم بتتحول إلى سلبية. ماشي القرعة جابت كده وكويس إن الأهلي والزمالك في الأسبوع الرابع، مش في الآخر، في الأسبوع الرابع. آه يتلعب الماتش كده وقبل احتدام الأمور. آه إنما هيبقى يوم 17/10 الالتزام. الالتزام بهذا الجدول بالملاعب بالتوقيتات شابوه، يبقى ده أول نقطة نجحنا في تنظيمها. آه لو تم كده في نقطة، بما إنك قبل ما تعدي ماتش السوبر، لأن في كلام كابتن جمال غندور الذي نثق فيه كثيرا ونحترم تاريخه ونحترم قدراته ونعول عليه تماما في موضوع إصلاح أحوال التحكيم ونشوف موسم أكثر عدلا من اللي فات. بدأ قال ماتشات الأهلي والزمالك فقط هي اللي هتبقى بأجانب والباقي كله بمصريين. فقال الأجانب بعتنا لكل الدوريات أو وحكام أوروبا مشغولين عشان الدوريات. لا ده النهارده ده اللي اتقال، اصبر بقى. آه أنا واحدة واحدة بسرعة من غير ما أضيع وقت. قلنا كويس قوي، بس يا رب يبعد عن أوروبا الشرقية. لأن كل الحكام اللي جات السنة اللي فاتت صربيا ورومانيا ومش عارف إيه حاجات كده. عايزين من الدول التقيلة اللي هي الناس مستقرة وما تقدرش تقول كلمة. يعني قال لك النهاردة سمعنا إنه بيقول إن حكام أوروبا مشغولين. هتجيب منين؟ أمريكا الجنوبية. هات لنا من الدول العريقة في أمريكا الجنوبية. ماشي هنقبل هذا، بس من فضلك مش عايزين نفاجأ ما لحقناش لأن رحنا متأخرين لأمريكا الجنوبية والقطر مشي ونلعب تاني بنفس الكمساري. طيب دي في جزئية الحكام لمباراة السوبر. في جزئية الجدول، جدول الدوري، الأهلي يلعب مع أسوان في شهر 10 الساعة 3:00 العصر. أيوة أنا بقول الاجتماع اللي كان عقد لمندوب الأندية مع اللي هو ثروت سويلم قبل ما يمشي، كل مندوب الأندية قالوا لمندوب أسوان ما هو عشان نلعب في أسوان أو في الجونة لازم نلعب بالليل عشان تبقى الفرصة متساوية بين الكل، وفي إضاءة مش مفيش بالظبط. اتحاد الكورة المباراة الساعة 3:00 العصر، الأهلي يلعب في أسوان في عز الحر ليه؟ هنا هنتكلم على تكافؤ الفرص، لانه هيجي يقول لك ما هو الفريق الثاني المنافس، اي منافس هيروح يلعب في اسوان في الشتاء فمش هيبقى الحر. احنا كده بدانا ندخل جزئيه عدم التكافؤ. ملعب اسوان فيه اضاءه، مسؤولي استاد اسوان بيتكلموا على انه فاتوره الكهرباء بتبقى غاليه جدا اعلى من قدرات النادي. طب ما ده استاد الشباب والرياضه، هل وزارة الشباب والرياضة في دعمها للمسابقة أو دعمها للموسم الجديد صعب عليها تدفع فاتورة الكهرباء لنادي أسوان إذا كانت الناس ظروفها كده عشان نوحد المعيار وعشان ننجح المسابقة على الجميع؟ الأهلي يروح يلعب بالليل والزمالك يلعب بالليل والإسماعيلي يلعب بالليل سواء في الجونة أو في أسوان. فدي جزئية كانت هتتحل وكان في تعهد عليها في فترة تولي ثروت سويلم إدارة الاتحاد. نتمنى إنه انت حطيتها دلوقتي وقلت المباراة 3:00 عصرا للأهلي، ده مش هيمشي على بقية الناس لأنه هنبقى دخلنا في الشتاء. زي بالظبط جزئية ما هو الأهلي لعب بصفقات يناير مباريات الدور الأول. طب وفن اللي كانت تلعب صفقات السنة دي مثلا؟ لا خد اللي جاية، خد الكبيرة. الدوري لغاية نهاية شهر 12 هيكون باقي فيه 6 أسابيع كمان، يعني كل الأندية هتلعب 6 أسابيع في صفق في من الدور الاول بصفقات يناير، مش مباراه ولا 2-6 بس. لما كانت الاهلي
كانت المساله كلام ما انت عارف يعني كان بيتقال يعني مشبوهه يعني اي حاجه اي الاهلي ما يكسب هيقول لك دي تساؤلات كتيره حاجة. نتمنى ان شاء الله اللجنه مش لا لانه ما فيش لجنه مسابقات بالمناسبه هو الاستاذ الزناتي لوحده هو مقرر او مدير اداره المسابقات في الاتحاد انما حتى الان لم يعلن عن تشكيل لجنه هي اداره للمسابقه نتمنى لهم كل التوفيق لكن المؤكد يبقى كده لا 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 ملاحظات اول باول لا لا دي ملاحظه مهمه جدا يبقى هو مش هياخد اي قرارات خاصه بالمسابقه لان هيبقى قرار فردي يبقى عشان كده مفيش لائحه عشان كده بعتوا الامور للانضباط للجنه الانضباط طب ما احنا عايزين لائحه الانضباط برضو او لائحه المسابقات اللي هتستند اليها لائحه الانضباط اي لائحه رايحه وجايه هتستندوا اليها تتبعت مسبقا للانديه عشان يعملوا حسابهم عشان يبقى ما فيش عقوبه الا بالنص اللي موجود عند الانديه اللي تعلم ما يعملش كده عشان ما يتعاقبش بالظبط كل التوفيق ان شاء الله دمتم للاهلي دائما ودام لكم بس الأهل. انا ما قلتش اهم حاجه باذن الله تعالى اديني دقيقه لسه عندنا دقيقه تاخد دقيقه اتفضل الكره في ملعبك اولا واخيرا يمين يا جمهور الاهلي تريد ان تلعب مباراه الاهلي بجماهير الكره في ملعبك ما تديش لحد فرصه يصطادك ما تخرجش عن النص تبقى راكز كده وتقيل وفاهم ان في واحد جاي يستفزك عشان يغلطك عشان تعاقب الكلام اللي بيتقال لاستفزاز جماهير الاهلي ابعدوا بقى وخليكم ناس شيك كده وفاهمين الفوله استحملوا شويه عشان النادي الاهلي اوعى تنجرفوا وده بالنسبه للمباراه طب انتوا بقى علاقتكم ايه بالنادي الاهلي ما تتحولوش الى وسيله ضغط انتوا كل حاجه لازم يبقى لكم راي فيها بيننا وبين بعض تعالوا نبقى يبقى لنا راي اللي عايز ينقد حاجه روح بيتك وقول للمسؤول اللي انت عايزه لكن ما تديش فرصه لحد يعتقد ان الاهلي يعاني من جماهيره حلقة الخميس مؤكدة يبقى فيها كلام مهم جدا للجمهور ليلة السوبر دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في 11 مساء الخميس القادم إن شاء الله ودائما الأهلي زين النوادي.